انا ما شفتوش، هما انا خفت يكون صاير له حاجه زي اختي، عشان اختي رسمته ما طلعتش عليه، ديرت وجهي دغري بعد ما شفت اختي. Cinquenta dias de intensa violência em Gaza deixaram 506 crianças mortas e mais de 3 mil feridas. 230 mil crianças vêm recebendo assistência psicológica na escola. الحدث هذا أثر على شيماء كتير، فإحنا من خلال جلساتنا بنحاول نخفف قدر الإمكان حتى إن نمكن اللي هو الطفلة شيماء من الاستمرار في الحياة. إحنا نفسنا نكون أرض محررة، أرض سلام، أولادنا يعيشوا بأمان، أطفالنا ما يحسوش بالرعب وبالخوف. مش كل سنتين بنتي هذه بتحكي لي ماما كمان سنتين حيصير حرب، يعني مين بدنا نفقد؟ كيف بدها تكون حياتنا؟